علاقاته من بعد نعم. علاقاته مع المدير. لا المهم عندنا امل كبير باش لان كان المتابعه على ما اتضح لنا ان النيابه العامه حاولت المتابعه الاصليه هي حاولت الباب بما يجب ان التصريحات ديال السي محمد الزهري كان فيها قصد باش يصرع على القضاء المسار ديالو بالقرارات ديالو. الشيء اللي حنا غدا هو اللي غادي نناقشو من بعد ما نطلعوا على المعطيات ديال التسديده اللي وقعت في سير. يعني التهمه الرئيسيه اللي موجهه للمدير هي نفسها اللي كانت الرئيسيه هي تبقى هي التشهير واهانه وربطه المنظمه والقانون هي الاساس ديالها. صراحه مؤخرا شوف ما دام ان المحكمه وخرات الميل لمده ديال اسبوع واعتبرت ان الميل في اخر فيديو يعني ان الصراح مرفوض الملف جاهز مثلا جاهز حنا شفنا الزوجه ديالو الزوجه الاولى اما جات هي كذلك جات واحد الرساله كنجاب حتى شويه الملف علاش جات عليه عاوتاني لانك على حسب اللي كنا كنسمعوا حنايا في القنوات كنقولوا بان الزوجه ديالو دات التليفون على التصريحات اللي كيقولوا هما على التليفون ديالو الهاتف ديالو هي دابا حنا كانت الخبره تحطات في الملف حنا غادي نطلعوا عليها ولكن راه ماشي الزوجه ديالو هذا قرار ديال السيد الوكيل المالي اللي تبدات الضابطه القضائيه اثناء التقديم باش كنا في فتره التقسيم كان تحل الميل على المختبر بالرباط ديال الشرطه وتدارت هذه الخبره عاد تحطات اليوم غادي نطلعوا عليها ونشوفوا شنو المآل ديالها وشنو الحوا ديالها باش تتعلق اصلا وشنو كتكتب الضابطه القضائيه. اما الزوجه ديالو عندها في علاقه بهذه المساله هذه راه ما كايناش بين حد الان قد كاين جوج طرف مدني كما قلنا لكم في نصف هذيك المره وطرف اخر اللي هو كيتعلق بالايه وكيتكرر مع اظن ولكن هذاك المساله غادي تناقش لان مازال تنقولوا بان الناس ما عندهمش الصفه بهذا الميت هذه هناك اهانه ثالث اهانه تتعلق بوظيفه عموميه هاد الناس ما هما موظفين ما هما تابعين للدوله ما هما ما عندهم حتى شي علاقه بالميل اذا المساله حتى ديالهم كاطراف مدني غادي نناقشوها ان شاء الله في الجلسه المقبله. باش فعلا الزوجه بدات بشكايه جديده قلتي ناخذوا صحه بدات بشكايه جديده انا ما عندي حتى شي علم انا كما قبل قلت لك الشكايه ديال بحال الضابطه القضائيه ومن بعد بقى بحال عاد سمعوا المشتكي المشتكى به وهذه عاد يمكن حنا نسمع العلم اذا انا حنا بالنسبه لنا ما كاينش حتى شي شكايه جديده اكيد راه خاصك تسقي حالي حتمنى انه تعتقد انه مريض واش فين هذا الشكايه لا قلت ما شوف وما حضرته في الحزه غادي تشوفوا السي محمد داخل حالة عادية صحة جيدة كما شفتوا النهار الأول كما حاليا راه ما كاين لا الصحة ديالهم مكرقصة لا هي لا حتى شي حاجة عادي كما شفتوا من قبل راه هو ما حالة صحية هي هي ما كاينش موقع عليا حتى شي تغيير ولا خدمة الأسبوع المقبل 3/7 إن شاء الله الناس اللي خداو يخلينا الناس سي داوودي تحياتي لك تبارك الله عليك الساده المتابعين في الحلقه ربما المخرجات الى المحكمه التقنيه. النيابة العامة دارت واحد المتابعة كما كانت التمتت في الجلسة السابقة خير من اجل الاضافة ودابت متابعات اخرين اليوم حصلت المتابعة حنا كنا متابعين الملف وكنا كنظنوا ما غاديش نسميكم حتى تنتهي الجلسة التالية ما كانش الامكان ديالنا باش نطلعوا عليها الا خير الميل الان خير الميل باش نطلعوا على المتابعة ونشوفوا الاساس ديالها هو اللي كتبوا عاد ارتكبت النيابة العامة وهاد المتابعة الجديدة أو المتابعات الجديدة كذلك باش نطلعوا على واحد السرد اللي حطاته النيابة العامة في بعد ما تم الإنجاز ديالهم طرف مختبر الضابطة القضائية الميل توخر الأسبوع المقبل من أجل الاطلاع والمناقشة إن شاء الله نهار 3/7 غادي تكون المناقشة النهائية في الملف وغادي ندخل الميل ثم يرسل إن شاء الله. واخا السيد داوودي لاحظت أنت متابع كذلك القضية ديال أطلع القضية ديال نادي حاسي بنيتها ديالها شفنا الآن الخبر ديال الاعتقال ديال نادي حاسي شنو ممكن تقولوا أنتم كإفادات بالنسبة لنادي حاسي خويا على ما وصل لي أنايا
الاعتقال ديالها راه ما حتى شي علاقه بالمنطقه اللي رايت هنا في فاس. كان عندها واحد المسطره كانت رايزه من قبل بالخميسات على اساسها قاد التحقيق في مدينه الرباط قررت الاعتقال ديالها. هذا اللي وصلني في الخبر انا ما عنديش اليقين ديالو لان هذاك الملف ما عنديش ديالي انا ما عنديش حتى شي، ولكن راه ما عندي حتى شي علاقه بالملف اللي رايت هنا في فاس. واخا ما كاين حتى شي مسجلات يعني خطيره يعني في القضيه ديال بكريشه يعني شي مسجلات شي حاجه جديده اللي ممكن لنا نقربوا راي العام من خلال هذه الجلسه هذه بالنسبه لهذه الجلسه هذه. نعم انا كما قلت لك ما كاينش شي حاجه جديده، كاين متابعه اصليه تم التنطيط ديالها من طرف النيابه العامه، ذات متابعات اخرين من ضمنهم انها حاولت توصل بان هذيك الخرجات اللي كانت يخرج بها السي محمد بوكريشه او السي محمد الزهري كان القصد منها انه ياثر على القضاء في المسار ديالو. هذا هو اللي كاين جديد. حنا غادي نناقشوا بطبيعه الحال هذه المساله هذه، وغادي نشوفوا بعدا كما قلت لك غادي نشوفوا على شنو هو الركيزه على علاش ارتكزت النيابه العامه في اطار تحرير هذه المتابعه هذه. نعم نعم. الحاله النفسيه ديال الاسره ديال بوكريشه اليوم ما شفتهمش اليوم ما شفتهمش على العموم يعني، ولكن على العموم زعما عادي مزيان يعني كينتظروا بفارق صبر الافراج على الاب ديالهم بطبيعه الحال، والزوجة ديالو حتى هي كذلك كتسنى فوق يتم الافراج على الزوج ديالها. هذه مساله طبيعيه، راه اي عائله عندهم اب تتواجد في السجن راه تيكون كلهم امل باش فوق يخرج. استاذ اخر سؤال ربما ما غنطولش عليك بزاف، المتهم البارحه في الابانه ديالو انت بثابت يعني الافعال المنسوبه للبوكريشه ماشي يعني خطف القانون باش انا نعرف ربما المصطلحات كنعتذر، شحال العقوبات كتوفى ممكن توفى؟ حنا ما كنحبوش العقوبه، ولكن حنا كما انت قلتي ان المتهم بارع، اذا الاصل عندنا هو البراءه. ما يمكنليش نقول الادانه الا قلت لك انا العقوبه راني دنت الموكل ديالي. نزيد مقوله اخرى هي ان الشك يفسر لفائده المتهم، والاساس ديال هذه المتابعه مبنيه على تخمينات بمعنى شك. كيفاش بغيتيني انا تنشوف بان الموكل ديالي بارئ ونحدد له واحد العقوبه؟ نعم. الله يحفظك. اخر ربما النصيحه اللي تعطيها لقنوات اليوتيوب، نصيحه قانونيه، شنو تقول لهم؟ قنوات ديال اليوتيوب كاينين الناس اللي كيبقاو يهضروا في منصات التواصل الاجتماعي نابور كوا، يعني شنو تقول لهم نصيحه؟ نصيحه انا كما قلت لهم انهم هذه القنوات هذه تستغلوها في مسائل مهمه تنفع الوطن ديالنا ماشي تضر به. نعم. هنا راه تيقوموا بالتشهير على الصعيد الدولي. تيشهر تيمس بالقضاء ديالنا، تيمس بالدوله ديالنا، بالاسس ديالنا الامنيه. بالتالي هاد الخرجات اللي تيخرجوا بعض المرات راه يمكن لا تمسهم تضرهم حتى هما، لانها خرجات غير محسوبه. كاين البعض تيالف قصص ويخرج بها لا لشيء الا باش انه يدير فوالا جوستوم. وبالتالي انا تنتمنى انهم يراجعوا نفسهم وياخذوا دروس من هذا الشيء اللي تيوقع حاليا. نعم. لان هذه المسائل راه ما غاديش يبقى الاتجاه هذا راه ما غاديش يبقى غادي بطريقه هكايا بوضويه، راه غادي يتقنن. يكون تيقن انه قبل ما يتقنن ان العديد من الناس اللي عندهم هذه القنوات هذه تيخرجوا هذيك الخرجات الغير المحسوبه راه غادي يكون عندهم متابعه. هذه سي سور، لان حتى المواطن المغربي العادي ما بقاش يتقبل شي الفاظ وشي مسائل تتقال في اليوتيوب. لهذا انا ننصحهم يخدموا هذيك القنوات. مسائل عندنا ما يتدار في بلادنا، عندنا ما يتقال، عندنا بزاف ديال الحوايج يخدموها في هذه المسائل هذه اللي غادي تنفعنا وتنفع الوطن ديالنا. شكرا استاذي، شكرا جزيلا، شكرا لك على الصبر ديالكم وتابعينا كما شفتوا.